خلال حياتنا اليومية، الكل منا معرض بأن يمر بتجربة مخيفة وخارجة عن سيطرته. فقد نجد أنفسنا في حادث سيارة مثلاً، أو ضحية اعتداء، أو نشاهد حادثاً مروعاً. رجال الشرطة والإسعاف والإطفاء والجنود قد يجدون أنفسهم معرضون لانفجارات ضخمة، وقد يشاهدون حوادث لأصدقائهم ولزملائهم في العمل. فهؤلاء الأشخاص معرضون لهذه الحوادث أكثر من غيرهم من الأشخاص الآخرين. أغلب الناس يتغلبون على هذه التجارب مع مرور الوقت حتى بدون مساعدة نفسية، لكن هناك بعض الأشخاص تسبب لهم هذه الحوادث ردة فعل غير طبيعية، قد تستمر لشهر أو لسنوات، وهذا ما نسميه باضطراب ما بعد الصدمة. السلام عليكم. يعتبر اضطراب ما بعد الصدمة من الاضطرابات القديمة، فقد تم ذكره في مجموعة من الروايات التاريخية. ومن بين الأحداث التاريخية التي تطرقت لأعراض هذا الاضطراب هو ما حدث للكاتب الإنجليزي سيموئيل بيبس، والذي شهد حريق لندن الكبير سنة 1666. فقد كتب عن هذه الكارثة بعد انقضاء نصف سنة: كم هو عجيب أني لا أستطيع النوم ليلا دون أن ينتابني خوف كبير من النار. في هذه الليلة بقيت مستيقظا حتى ما يقارب من الساعة 2 صباحا، لأنني لم أستطع التخلي عن التفكير بالنار. ولم يلقى اضطراب ما بعد الصدمة الاهتمام الكافي إلا مؤخرا، فقد صاغ عالم النفس الألماني إيميل كيرلن في نهاية القرن 19 مصطلح عصاب الخوف، وذلك لوصف الأعراض التي ظهرت عند ضحايا الحوادث الخطيرة، خاصة ضحايا الحرائق. اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب نفسي قد يظهر نتيجة موقف صادم نفسيا، وهذه المواقف الصادمة قد تكون عبارة عن حالات التهديد القصوى أو الحالات الرهيبة التي تهدد سلامة الفرد أو الآخرين. ومن بين هذه الأمثلة نتحدث مثلا عن الكوارث الطبيعية، الحرائق، الاعتداءات البدنية والجنسية، الأمراض والأوبئة التي تهدد الحياة الفردية، وغيرها من الحوادث الخطيرة. اضطراب ما بعد الصدمة يحدث نتيجة تعرض الفرد لموقف صادم، وذلك سواء عند تأثر الشخص بنفسه بالموقف أو عند مشاهدته لموقف صادم، كمثلا أن يشاهد حادثا أو حادثة سير مروعة. أعراض هذا الاضطراب يمكن أن تبدأ بعد أسابيع أو أشهر من الحادث الصادم، وعادة ما تظهر في غضون 6 أشهر من الحادث. ولكن ما هي هذه الأعراض؟ من الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب هناك 3 أعراض أساسية. أولها الشعور بحصول التجربة من جديد والكوابيس، حيث تشعر بأنك تمر من التجربة من جديد، وذلك من خلال رؤية الأحداث في النهار أو كوابيس خلال الليل. الشخص قد لا يتخيل الأحداث، ولكنه قد يشعر بمشاعر مشابهة كالخوف والأصوات والآلام. أو قد تكون هناك أحداث عادية قد تسبب في تذكر الحادثة، مثلا إذا حدثت هذه الحادثة في جو ممطر ونحن في فصل الشتاء مثلا، فالشخص يتذكر هذا الحادث. ثانيا تجنب مواقف وأماكن معينة. تذكر الحادث من جديد قد يسبب للشخص الكثير من الإزعاج، لذلك يحاول الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب الابتعاد سواء عن أماكن مشابهة للحادث أو عن أشخاص لهم علاقة بالحادث. ثالثا الشعور بالتيقظ دائما، حيث أنك لا تستطيع الاسترخاء وتكون متيقظا دائما كأنك في خطر دوما، مع الشعور بالقلق وصعوبات في النوم. وهناك أعراض أخرى كالصداع و ألم في العضلات وصعوبات في التنفس والاكتئاب وشرب الكثير من الخمور وتعاطي المخدرات وغيرها من الأعراض الأخرى المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن هو: هل كل شخص مر بتجربة قاسية
يمكن أن نقول عليه بأنه مصاب باضطراب ما بعد الصدمة؟ بالطبع فالجواب هو لا، لكن معظم الأشخاص قد يصابون بأعراض طفيفة في الشهر الأول من الحادثة، وهذه الأعراض تساعد الشخص في فهم الحادث، ومع مرور الأيام هذه الأحداث تخف وتزول تدريجيا. ولكن السؤال الذي نطرحه الآن هو كيف يمكننا التعامل مع هذا الاضطراب؟ إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، فإليك ما يجب فعله. أولا، التعرف على الاضطراب. سيساعدك التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة في فهم مشاعرك، وبالتالي التعامل معها بطريقة إيجابية. ثانيا، طلب المساعدة. اطلب المساعدة. فإذا كانت لديك أفكار مزعجة متكررة ولا يمكنك التحكم في أفعالك، أو لديك خوف من أن تؤذي نفسك أو الآخرين، فاطلب المساعدة على الفور. ثالثا، العلاج النفسي، وهو أداة مهمة تساعدك في التعامل مع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، ويمكن أن يساعدك على تحديد محفزات الأعراض وإدارة هذه الأعراض ومواجهة المخاوف. رابعا، أسلوب حياة صحي. إن العيش بأسلوب حياة صحي والعناية بنفسك سيساعدك أيضا في اضطراب ما بعد الصدمة، فعليك دائما أن تتأكد من تناول طعام صحي ومتوازن، ويجب عليك أن ترتاح وتمارس الرياضة، وتجنب أي شيء يمكنه أن يجعلك متوترا أو قلقا. أما الآن سنتحدث عن العلاج، وسنتحدث عن العلاج النفسي. فكل العلاجات النفسية تركز على الأسباب التي أدت إلى الأعراض. فأنت مثلا لا تستطيع نسيان ما حدث، ولكن يمكنك التفكير بطريقة إيجابية، فعليك أن تكون قادرا على تذكر الحادث على أكمل وجه ممكن من دون خوف أو قلق. فالعلاج النفسي يساعدك على فهم ما حدث، ويساعد الدماغ على التعامل مع هذه الذكريات بطريقة إيجابية، وبالتالي العيش بصورة طبيعية. قد تجد نفسك قادرا على التعامل مع الذكريات، وهذا يساعد الدماغ على السيطرة على المشاعر بصورة طبيعية. لكن هناك ملاحظة مهمة، فكل هذه العلاجات النفسية يجب أن تعطى من قبل أخصائيين سيكولوجيين. ولا بد أن نذكر بعض العلاجات النفسية، ومن بين أهم هذه العلاجات هو العلاج المعرفي السلوكي، والذي يعتبر من أنجع العلاجات السيكولوجية في الوقت الراهن، وهو يعتمد لعلاج الكثير من الاضطرابات كالقلق والاكتئاب والإدمان، وكذلك اضطراب ما بعد الصدمة. وهو كذلك يساعدك على التفكير بطريقة مختلفة، وذلك من خلال تجزيء المشاكل وتغيير الأفكار والسلوكات المرتبطة بكل جزء من هذه الأجزاء، وذلك لكي تصبح الذكريات غير مؤلمة، وتستطيع السيطرة عليها وعلى مشاعرك بطريقة أفضل. ثانيا، هناك العلاج الجماعي، وهو كذلك فعال في معالجة اضطراب ما بعد الصدمة، فهو عبارة عن لقاء مع مجموعة من الأشخاص الآخرين الذين مروا بنفس التجربة التي مررت بها أنت. فوجود ناس آخرين مروا بنفس التجربة التي مررت بها يساعدك في الحديث عن الحادث، وبالتالي تدرك بأن أي شخص من المحتمل أن يتعرض لهذا الحادث، وهو بمثابة حادث طبيعي يمكن أن يحدث لأي شخص كيفما كان، وبالتالي تتقبل هذا الحادث وتتقبل فكرة أنه لا مفر من الحوادث في حياتنا اليومية. إذن هذا كل شيء في هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا، وسنلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. إلى اللقاء.